بسم الله الرحمن الرحيم. من الأدنس اللي موجودة للرافت في أداة اسمها ويندو لي أوت، بحيث يبدأ ينظم لي الحاجات أنا عايز أشوفها إزاي. مثلا لو أنا فتح أكتر من فيو، هقوله مثلا رتبهم لي بالشكل دوت، بيجيب لي واحد الأساسي هنا والباقي بيجيبهم لي بالشكل دوت. ممكن أقول له لأ أرتبهم لي بشكل آخر، وليكن مثلا التوب، أو أقول له مثلا ده خلي ده هو ده اللي فوق، تمام، وهكذا أقدر أتحكم في الفيوهات وأبدأ أظبطها.